موجز 11 لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد الرئيس بشار الأسد أن الحكومة السورية تشجع المدنيين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب على مغادرتها، كما أنها أعطت مهلة للمسلحين كي يخرجوا منها ويقوموا بتسوية أوضاعهم. وخلال مقابلة مع قناة تي في 2 الدنماركية، أضاف الرئيس الأسد أن الحكومة السورية أعلنت قبل بضعة أيام، كما كانت قد أعلنت قبل شهرين، عن إمكانية خروج المدنيين وتسليم المسلحين أنفسهم، لأنها تريد إبعاد المدنيين عن الإرهابيين. They are allowed to leave. It happened many times in many different areas in Syria. We allowed the terrorists to leave that area in order to protect the civilians. We don't need any more bloodletting and bloodshedding. This is one of the ways or the methods we've been using in order to protect the civilians. Of course, if they don't obey, we tell the civilians that we're going to attack that area so they can move away from it. But the best way is to allow the terrorists to leave and the civilian will be safe. Then you can, if you want to follow or chase the terrorists, you can chase them somewhere else where there's no civilians. طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا اليوم الجمعة، وذكر مصدر وجهت للمجلس طلبا بعقد جلسة طارئة لبحث مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بسحب إرهابي جبهة النصرة من شرق حلب حرصا على حياة المدنيين. أكد البيت الأبيض أن ثمة عواقب جسيمة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، أبرزها انجرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط. ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض جورج إرنست إلى أن العمليات العسكرية ضد الجيش السوري يحتمل ألا تحقق أهدافها، ومن المرجح أنها ستتسبب في عواقب غير متوقعة. أصيب 5 أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطيرة بانفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في اسطنبول. ووقع الانفجار في حي ياني بوسنا في القسم الأوروبي من المدينة، على مسافة غير بعيدة من مطار أتاتورك الدولي، ولم تتبنى أي جهة بعد عملية التفجير. رشح مجلس الأمن الدولي رسميا الخميس رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريز أمينا عاما للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تعقد الجمعية أو أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا الأسبوع المقبل للتصديق على هذا الترشيح. وأجمع أعضاء مجلس الأمن 15 خلال اجتماع في جلسة مغلقة على ترشيح غوتيريز، وأعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين أن غوتيريز يمثل الخيار المفضل الواضح. في خبرنا الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا لتمكينها من التصدي للإعصار المدمر ماثيو. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطرق السريعة في فلوريدا والولايات المجاورة اكتظت بسيارات السكان الذين توجهوا بعيدا عن الشواطئ هربا من الإعصار الذي يجتاح منطقة الكاريبي، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من أن الإعصار، وهو من الفئة الرابعة، سيكون شديدا وخطيرا تتخلله أمواج بحرية عاتية. وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.